قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن المجتمع الدولي ما زال يواجه العديد من التحديات التقليديه، مؤكدا دعم مصر للجهود الراميه لحفظ السلم والامن الدوليين، لا في ظل ما تشهده منطقه الشرق الاوسط من تحديات تهدد استقرارها وامنها. كما شدد الرئيس السيسي على أن مصر طالبت باتباع نهج شامل لمكافحه الارهاب والتصدي له بكافه صوره وأشكاله. إن المجتمع الدولي ما زال يواجه أيضا العديد من التحديات التقليدية وفي هذا السياق تدعم مصر كافة الجهود الرامية لحفظ السلم والأمن الدوليين ولا سيما في ظل ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من تحديات جسيمة على استقرارها وأمنها ومساعي تقسيم الدول وهدم مؤسساتها الوطنية وإعلاء الولاءات القائمة على أسس طائفية ومذهبية على حساب مفهوم الدولة الوطنية وطالما طالبت مصر باتباع نهج شامل لمكافحة الإرهاب والتصدي له بكافة صوره وأشكاله وتكثيف التعاون الدولي لمكافحته وفي إطار نفع جهود الاستقرار بالمنطقة تدعو مصر لتعزيز الجهود الرامية لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أساحة الدمار الشامل في ظل ما يكتنف ذلك من مخاطر تهدد بقاء البشرية والسلم والأمن الدوليين